فيما ورد وجانا عن القرآن الكريم أنه من جعله أمامه قاده إلى الجنة في جعل القرآن الكريم في الأمام واتخاذه إمام ينتهج في نهجه ويتخلق بأخلاقه ويتأدب بأدابه ويمتثل لأمره ويجتنب نهيه معنى واسع عظيم كان عليه رعيلنا الأول ومن ثبت على الصراط المستقيم على مدى القرون جعلوا القرآن أمامهم فكان أول ما يعظمونه من أجل الله جل جلاله وتعالى في علا أول ما يعلمونه أولادهم وناشئتهم ذكورهم وإناثهم وأول ما يتأثرون بما آه ورد فيه وبما قصه الحق تبارك وتعالى ويرجعون اليه وي وكان في وصف سيدنا عمر بن الخطاب كان وقافا عند كتاب الله في في جعل القرآن امام وقوده بعد ذلك الى الجنه تعظيم كتاب الحق سبحانه وتعالى الذي هو ضرورة لقلوب أهل الإيمان بالله تعالى أن يمتلئوا بتعظيم هذا القرآن الكريم وأن تتقوى مع ان ارتباطاتهم به في الشؤون المختلفة والأحوال المتنوعة و تحكيم كتاب الحق تبارك وتعالى على العقل والرأي والإرادة من الإنسان هذا في معنى جعله أمامه وقاده إلى الجنة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يهدي في العمل لعمل الجنة في الأقوال يهدي لأقوال أهل الجنة في الفكر يهدي لفكر أهل الجنة وفي المعاملة يهدي لمعاملة أهل الجنة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات إن لهم أجرا كبيرا اللهم اجعلنا منهم وحققنا بحقق الإيمان واجعل القرآن أمامنا قائدا لنا الى جناتك ومنها ما تنزل فيه ارواح المؤمنين في الدنيا من جنات المعرفه الخاصه بالله والمحبه الخالصه لله ورياض وبساتين وجنان الفهم عن الله في المعاني الوسيعه والدلالات البديعة والمعارف والعوارف واللطائف ثم لا يزال قائدا للمؤمن إلى جنة الله تبارك وتعالى وهو من أعظم الشفعاء عند الله جل جلاله في في البرزخ وفي القيامة و وحتى ذكر لنا صلى الله عليه وسلم أن سورة البقرة والعمرة هاتين تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة و... و... ولا... ولا تزال آيات الكتاب شافعة لمن اتصل بها وارتبط اقرءوا هذا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أنواع من الخلل وقعت في أحوال المسلمين في جعل القرآن أمامهم وصار كثير الآن من عقليات عدد من أسر المسلمين وثلل من مجتمعاتهم أمامهم ترويجات البطالين للقرآن أمامهم أفكار الغافلين للقرآن أمامهم برامج الفاسقين للقران هي امامهم اول ما يتبادل لأذهانهم ويقومون شون شانهم في الحياه على اساسها فصار القران خلف الظهر وهذا شان خطير أنذر عنه من انزل عليه القران قال من جعله خلف الظهر ساقه الى النار والعياذ بالله فلا بد ان يعود القران الى مكانه عند رجالنا نسائنا شبابنا صغارنا كبارنا اطفالنا الله كم الان بعض اطفال المسلمين من خلال التاثيرات التي اكتسبها من ابويه في الاسره واخوته واصدقائه ان يتعلم اي لغه من اللغات غير لغه اهل بلده أعظم عنده من أن يقرأ القرآن أعظم عنده من أن يحفظ القرآن مسكين هذا مغشوش ومرذول اختل الميزان تمام عنده عدو ناشي صغير فإلى أين بيصل وإلى أين بيلعب بفكره وعقله في مدى عمره والعياذ بالله تبارك وتعالى لابد أن يعود المسلمون إلى حسن معاملة الذي خصهم بالكتاب واجعل فيه خصائص ما جعلها في كتاب من كتب الشريفه العظيمه المنزله على الانبياء والمرسلين وانزلنا عليك كتابا مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه الله يحيي قلوب المسلمين وينور عقولهم ويخلصهم من الافات واجعلنا واياكم عنده من اهل القران ويجعل القران امامنا يقودنا إلى جنات ربنا إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين نتلو هذه السور في الختم الختمة التي تلاها بعض البعض الحفاظ في القرآن في خلال الأسبوع في هذا المصلى فنشارك اللهم في الختم رجاء الاتصال ب أهل الكساء ومن أنزل عليه القرآن الكريم والسند إليه وتعظيما وليكون القرآن أمامنا ولتطيب لنا قيادته إيانا إلى جنات ربنا جل جلاله معظمين لشعائر لا نتلو السور الكريمة وتجتمع قلوبنا على الدعاء بعدها فإنهم كما قال سيدنا ناس كانوا يرون أن الدعاء مستجاب عند ختم القرآن وفي بكرة الخميس اللهم بارك لنا فيها وفي ختمنا لكتابك وفر حظنا من سر الاتصال بالوحي والإنزال وخاتم الإنباء والإرسال والإجتداء في الأقوال والأفعال والمقاصد والنيات والأحوال إنك أكرم الأكرمين